السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الخشوع في الصلاة سمة من سمات المؤمنين، وطريقا إلى الوصول إلى مراتب المفلحين. أحمده تعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه، وحبيبه، إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، وإمام الخاشعين والخاضعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، فإنه وصيته للأولين والآخرين. اتقوا الله عباد الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كونوا بدينكم مستمسكين، وعلى عمود دينكم محافظين وخاشعين وخاضعين. أحبتي الكرام، يعيش الإنسان في خضم مشاغل الحياة المادية، وما تورثه النفس البشرية من مشكلات نفسية وتوترات عصبية تجعل الإنسان يحتاج
احتياجا ماسا لما ينفس به عن شعوره، ولما ينفس به عن لأوائه ومصائبه، وما يبعث في نفسه الطمأنينة والراحة القلبية، بعيدا عن العقد، بعيدا عن الاكتئاب، بعيدا عن التوترات والتوترات العصبية. وهيهات هيهات يا عباد الله، هيهات هيهات أن يجد الإسلام ذلك كله إلا في ظل الإسلام وعباداته العظيمة التي تمثل دواء روحيا ناجعا ناجحا الذي لا مثيل له ولا نظير له حتى في الأدوية المادية. وإن من أعظم العبادات أثرا وتأثيرا في ذلك يا عباد الله هي الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. جاء الأمر بإقامتها ورعايتها وإتمامها، فيقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان رسولكم صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ونتيجة يا عباد الله، نتيجة لارتماء كثير من الناس في أحضان الدنيا والتنافس في جمع حطامها وانشغال القلوب والهمم بها ونسيان الدار الآخرة الحقيقية والغفلة عن العمل لها في تلك الدوامة الكبرى، يتناسى بعض الناس خالقهم ورازقهم، فلم يبالوا بشرعه ولم يكترثوا بأمره. وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وصنف آخر من الناس يا عباد الله يؤدي الصلاة ولكن في الوقوع في الخلل والاستمرار في الزلل، تراه يصلي ولكن لا أثر للصلاة في حياته، فلا يتأدب بآدابها ولا يلتزم بأركانها وواجباتها. يصلون صلاة صورية عادية، يصلون أشباحا بلا أرواح وقوالب بلا قلوب وحركات بلا مشاعر وأحاسيس. صلاتهم مرتع للوساوس والهواجس، صلاتهم مرتع للهواجس والهواجس. نعم أحبتي الكرام، فهؤلاء قد كثر حالهم في المسلمين في هذا الوقت. حالهم يا عباد الله كالشيطان إذا دخل على أحدهم في صلاته يصول ويجول بفكره في شتى المجالات. يصول ويجول في شتى المجالات حتى إذا انفتل أحدهم من صلاته، إذا انفتل عن صلاته لا يعقل منها إلا قليلا، ولربما ينفتل عن صلاته وهو لا يعقل منها شيئا. ولا تسألن أخي الحبيب اللبيب، لا تسألن عن الأحوال وسيء الأفعال والأقوال بعد الصلاة. فحش في القول وإساءة في العمل وأكل للحرام وتعسف في الأخلاق وإصرار على المعاصي والذنوب والعياذ بالله. وقد يتساءل كثير من الناس: ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فأين نحن من هذه الآية؟ نحن نؤدي الصلاة ولكن لا أثر للصلاة في حياتنا ولا ثمرة لها في واقعنا وتغيير أحوالنا وتحسن مناهجنا وتصوراتنا وصلاح ما فسد من أحوالنا.
ومن هنا أقول وبالله التوفيق إن السبب الرئيسي في ذلك يا عباد الله هو الإخلال في روح الصلاة ولبها ألا إن روح الصلاة ولبها الخشوع فيها. فما معنى الخشوع؟ وما منزلة الخشوع من الصلاة؟ وما هي الأسباب الجالبة لها والآثار المترتبة عليها؟ هذا ما سنتطرق إليه في حديثنا لهذا اليوم مع حول الله وقوته، بعد أن عم الخطب وأصبحت هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة تستحق الاهتمام وتستحق الرعاية والمعالجة على ضوء الكتاب والسنة. ومن الله نستلهم التوفيق والسداد بمنه وكرمه. عباد الله، لقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم ووصفهم بأعظم وأجل عباداتهم له، ورتب على ذلك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فيقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه تفسير القرآن العظيم، يقول في تفسير هذه الآية: سعدوا وفازوا وتحصلوا على الفلاح. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول: وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب خشعت سائر الجوارح لأنها تابعة له. ولقد رأى أحد السلف الصالح رحمه الله، رأى رجلا يعبث بيديه في الصلاة فقال: والله لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومما جاء يا عباد الله في معنى الخشوع ما قاله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: الخشوع خشوع القلب، وأن تلين لأخيك المسلم كتفك وكنفك، وأن لا تلتفت في صلاتك يمينا ولا شمالا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. ويقول الحسن البصري رحمه الله، قال: خشعت قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا أجنحتهم. ويقول ابن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون: لا يجاوز بصره مكان سجوده. هذا حال السلف، وهذا منهاج السلف رحمهم الله، الذين كانت تستشعر قلوبهم رهبة الوقوف في الصلاة بين يدي الله، كانت تستكين قلوبهم وتخشع قلوبهم ويسري منها الخشوع إلى جميع الجوارح والملامح والحركات، كانت تغشى أرواحهم جلال الله وعظمته وهم يقفون بين يديه، تتلاشى من أذهانهم كل الشواغل عندما ينشغلون بمناجاة الجبار تبارك وتعالى. عند ذلك يتطهر وجدانهم من الحقد والدلس، وينفضون عنها كل الشوائب. عند ذلك يا عباد الله تتضاءل الماديات وتتلاشى جميع المغريات، حينئذ تكون الصلاة راحة نفسية وطمأنينة قلبية وقرة عين حقيقية، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة. كان يقول: يا بلال أرحنا أقم الصلاة، يا بلال قم فأرحنا بالصلاة. الله أكبر، الله أكبر. إنها الراحة الأبدية للنفوس المطمئنة التي تستشعر وهي تناجي ربها أنها تناجي من بيده ملكوت السماوات والأرض. نعم أحبتي الكرام، فإذا رفع المصلي يديه وكبر للصلاة فإنما يعظم بذلك الله، وإذا وضع يده اليمنى على اليسرى فإنما ذلك ذل بين يدي مولاه. سئل الإمام أحمد عن وضع اليد اليمنى على اليسرى فقال: هو ذل بين يدي عزيز، هو ذل بين يدي عزيز. فإذا ركع المصلي فإنما ذلك إقرار بعظمة الله تبارك وتعالى، فإذا سجد المصلي كان ذلك تواضعا أمام علو الله تبارك وتعالى. وهكذا يا عباد الله، يوطد ويثبت ويحقق المصلي الصلة التي بينه وبين الله، ليتحقق بذلك مراد الله ووعده: إن الله لا يخلف الميعاد. أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فحري بالمصلي أن يقيم الصلاة كما أمر الله عز وجل، أن يأتي بأركانها وواجباتها وشروطها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأقم الصلاة. وعندما رجعت إلى معجم لسان العرب في معرفة وتعريف كلمة إقامة وجدت العجب العجاب يا عباد الله، وجدت أن الله عز وجل لو كان هذا القرآن من عند غيره لوجدنا فيه اختلافا كثيرا. معنى الإقامة يا عباد الله هو إتمام الشيء على أكمل وجهه، هو الإتيان بالشيء على أكمل وجهه ورعايته حق الرعاية. فلا بد للمسلم أن يقيم الصلاة وأركانها وأن يحضر إلى الصلاة بقلب خاشع مستحضر لعظمة الله ونفس رهوف وضمير حي، فبذلك يتحصل على الخشوع. عباد الله، ما هي منزلة الخشوع من الصلاة؟ منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد، فالذي يجعل صلاته مرتعاً للانشغال في الأمور الدنيوية ومحلاً للهواجس والوساوس، فتجد قلبه في كل واد يهيم ونفسه في كل مكان تسرح، يسرق الشيطان من صلاته بكثرة التفاته بالصلاة وعبثه بلباسه وعبثه بجوارحه ويديه ورجليه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أسوأ الناس سرقة هو الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. فمن كانت صلاته كهذه فهو على خطر عظيم، فقد جاء في الخبر يا عباد الله أن من كانت حاله في صلاته هكذا فإن الصلاة تلف كما يلف الثوب الخرق ثم فتضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله. عباد الله، إخوة الإسلام، إنه لما طال بالناس الأمد
وقست قلوبهم، وساء فهم كثير من الناس لشعائر الإسلام. فإنك ترى أخي الحبيب في هذا الجيل، جيل المسلمين، ترى فيهم عجب العجاب. ترى بعضهم من يخل بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها. وهنا أريد أن أضرب المثال لا للحصر وإنما المثال. فبعض شروط الصلاة ستر العورة. ترى كثيرا من الرجال إذا أتى إلى المسجد فإنه يأتي بأوسخ الثياب، أو يأتي ببنطال ضيق قصير، فإذا ركع أو سجد انكشفت عورته. بل بعضهم يأتي بما يسمى بالشرط. الشرط يا إخوان يأتي به الرجل، فإذا جلس انكشفت فخذاه، وبذلك تبطل صلاته. وأنت يا أمة الله، أنت يا أمة الله، إذا أتيت إلى الصلاة فعليك أن تأتي متبذلة غير متبرجة، محتشمة غير مستعطرة، حتى ترجعي من صلاتك مأجورة غير مأزورة. ولا بد لك أن تعلمي أختي العزيزة أنه لا بد للمرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا عدا وجهها وكفيها. أما بالنسبة للأقدام فالأقدام غير داخلان فيها. لا بد للمرأة أن تستر قدماها ولا تكتفي فقط في الجورة، بل لا بد من لباس الثوب الطويل الذي يستر القدمان حال الصلاة. ولكن يا عباد الله، بعض الناس يؤدي أركان الصلاة وواجباتها وشروطها، لكن لا تمنعه صلاته من الفحشاء والمنكر، لا تمنعه صلاته من أن يخدش العقيدة، أو أن ينقض مبادئ الدين، أو أن يخالف الشرع، أو أن يتعاطى الربا والرشوة، أو أن يتعاطى المسكرات والمخدرات، أو أكل الحرام وبيع الحرام. لا تنهاه صلاته في أن يصنع المكائد والضغائن والحقد والغل. تراه يتتبع عورات الناس. وأنا أتساءل وأسألكم بالله، هل هؤلاء أقاموا الصلاة؟ هل أدوا حق الصلاة؟ لا والله، والله لو أنهم أدوا حقها لانتهوا عما حرم الله، ولأقلعوا عما خالف شرع الله، ولكنهم ضيعوا جوهر الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الترمذي في سننه من حديث جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أول علم ينتزع من الناس الخشوع، حتى تكاد تدخل مسجد الجماعة فلا ترى أحدا منهم خاشعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نظرتنا يا عباد الله وحالنا مع هذه العبادة العظيمة، فإنما هي أجساد تهوي إلى الأرض، وقلوب غافلة، وأفئدة متعلقة بالدنيا إلا من رحم الله. هذا هو حالنا يا عباد الله. فهل من عودة صادقة إلى ترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما أمر عليه الصلاة والسلام فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إن ذلك هو المنشود يا عباد الله، وإن هذا هو الأمل المعهود، وما ذلك على الله بعزيز. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. أقول قولي هذا
هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربي ويرضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر دينكم، واستحضروا عظمة خالقكم. أخرجوا من القلوب الصوارف والشواغل حال قيامكم بين يدي العزيز الجبار. فلا تدري يا عبد الله، لعل هذه الصلاة تكون آخر صلاة لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه في الخبر أنه كان يقول: صلوا صلاة مودع. فلا بد للإنسان أن يودع الله في هذه الصلاة، فيحسن قيامها وسجودها وركوعها. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن ما يعين المسلم على الخشوع في صلاته عدة أشياء. أولها حضور القلب واستشعار عظمة الله تبارك وتعالى. واعلم أنك تقف بين العزيز الجبار، اعلم أنك تقف بين العزيز الغفار. نعم أحبتي الكرام، استشعر عظمة الله، واصرف من قلبك ما يشغلك من أمور الدنيا. أخرج الدنيا من قبلك قبل دخولك مصلاك، فبذلك بإذن الله تستشعر وتأخذ بإذن الله ما يستفيد المسلم من صلاته وهو الخشوع. من الأمور التي تعين المسلم عباد الله على الخشوع في صلاته أن يلتزم المصلي نظره حالا في مكان سجوده، فلا يلتفت يمنة ولا يسرى. ثانيا، أن يضع يده اليمنى على اليسرى حال القيام. ثالثا، أن يتدبر القرآن والأدعية التي فيها والآيات المقروءة. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك عباد الله، لا بد للمسلم أن يستحضر الطمأنينة، وأن لا يستعجل في صلاته، ولا يسابق الإمام، فبذلك بإذن الله أمارة تحقيق الخشوع بعد توفيق الله تبارك وتعالى. هذا يا عباد الله، وفي ذلك يحل الإشكال الذي يشغل بال كثير من المصلين في ذلك، ومن الله التوفيق. عباد الله، على المسلم أن يروض نفسه حتى يخشع في صلاته. نعم أحبتي الكرام، هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الناصح الأمين وعلى سيد الأولين والآخرين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين. أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين، المتمالئين المتكالبين على عبادك المستضعفين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في غزة. يا الله، يا ذا القوة والعزة، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، انصر إخواننا المستضعفين في غزة، ارفع الحصار عنهم، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، عاجلا غير مؤجل. اللهم يا ربنا ثبت أقدام المجاهدين منهم، اللهم صبرهم وسدد رميهم وأمددهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي الشيشان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، تقبل صلاتنا وصيامنا وتضرعنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إلى من تكل عبادك المستضعفين في غزة إلى عدو يتجهمهم؟ عليك باليهود يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا في الصهاينة المعتدين يوما أسودا، زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واجعل الدائرة عليهم. عليك بالمنافقين من هذه الأمة، عليك بالمتمالئين من هذه الأمة على عبادك الصالحين المؤمنين المستضعفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اعلموا أن الله قد أمركم بأمر قد بدأ. اعلموا عباد الله أن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.